بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبه. اود ان اتوقف معكم اليوم في رحاب ايه عظيمه. طالما شغلتني فتدبرتها وتاملتها ووجدت ان فيها عجائب فيها ايات فيها معجزات فيها اشياء تجعل الانسان يحتار كيف تم تركيب هذا الكلام؟ هل هو كلام بشر ام كلام رب البشر تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني للوهلة الأولى هل يمكن لبشر أن يقول ذلك؟ وما مصلحة هذا البشر؟ وإن من شيء يعني كل شيء. وإن من شيء معناها كل شيء يسبح بحمده. طيب هذا الذي تدعون أنا الخطاب للملحدين أنه ألف القرآن أو يفتري على الله كذبا لماذا ينسب لله عز وجل هذه العظمة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا طبعا لو, لو تأملنا قبل هذا الكلام نجد تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن هذا كلام أعلى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أنا سأتأمل معكم اليوم أيها الأحبة المعجزات الموجودة في هذه الكلمات على الرغم من قلة عدد الكلمات الا ان ابعادها كثيرة جدا وفيها اثبات على ان قائلها لا يمكن ان يكون بشر يعني لنقارن طبعا انا لا احب ان انتقد عقائد الاخرين او كتبهم ولكن المقارنة ضرورية لندرك لندرك الفرق أنا قرأت الكتاب ما يسمى بالكتاب المقدس وطبعا أنا أعتقد أنه كتاب لست أنا بل علماء اللاهوت يعتقدون أنه كتاب كتب من قبل عدد كبير من الناس عبر مئات أو آلاف السنين فلذلك لا أعتبره أنه وحي وحي من الله مباشر لسيدنا موسى أو عيسى لا بل هو مجموعة من القصص كتبت وهذا وه ما يقوله علماء اللاهوت يعني هم أدرى بكتبهم طيب يا هل ترى هذا, ال هذا الكتاب المقدس على الرغم من العدد الهائل للصفحات يعني أكبر من القرآن على الأقل بأربع أو خمس أضعاف خمسة أضعاف ربما أكثر لم أجد فيه آية كهذه الآية يعني على الرغم من أنني تاملته لم اجد ايه تعظم الله عز وجل مثل هذه الايه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا يعني ارجعوا معي ايها الاحبه الى القرن السابع الميلادي حيث عاش النبي عليه الصلاه والسلام لنفرض أن هذا النبي الكريم أراد أن يكذب أو يفتري على الله كما يدعون طيب لماذا لا يمدح بنفسه مثلا لماذا لم يجعل من نفسه إلها لو كان لديه كل هذه السيطرة ويستطيع إقناع الناس لماذا يمجد الله عز وجل تسبح له السماوات السبع لماذا يمجد الله ويرفع وينزه الله عز وجل عن الولد وعن الشرك وعن النقص ويعطيه كل صفات الكمال ويعطي نفسه صفات العبد البشر الذي لا يعلم الغيب الذي لا يملك لنفسه ضر ولا نفعا الذي يحتاج إلى رحمة ربه لماذا؟ يعني يجب ان نكون منطقيين في الطرح. لا يكفي ان نقول: القرآن ألفه محمد صلى الله عليه وسلم، وقام بالإضافة والحذف بعد ذلك الصحابة والتابعين وكذا والأمويين عدلوا فيه والعباسيين عدلوا وكذا. طب تقول الكلام سهل ولكن الدراسة والعلم والمنطق يثبت عكس ذلك. فهذا النبي الكريم لو اراد الشهرة والمال والسلطة، لماذا ينم يمجد الله ويجعل نفسه عبدا لله؟ سبحان الذي اسرى بعبده. اعطى نفسه مرتبة العبد، وهذا في عرف العرب دائما حتى تدرك عظم الاية ارجع للبيئة والثقافة التي نزلت فيها هذه الاية. البيئة السائدة في ذلك الوقت والثقافة السائدة كيف كانت ثقافة الناس؟ كانوا ينظرون إلى العبيد على أنهم الطبقة الدنيا يعني تخيل تخيلوا معي فقط يعني لنتصور يعني أن رجل مثل أبو لهب مثلا وهو من كبار صناديد قريش ومن زعماء قريش أن يصفه أحد الشعراء بالعبد ماذا سيفعل؟ سيقطع رأسه <applause> لأن كلمة عبد فيها إذلال وفيها إيه؟ هذا المفهوم الذي كان في الجاهلية وحتى اليوم يعني أنت إذا وصفت زعيم كبير تقول له عبد مشكلة النبي لو كان هو من ألف القرآن لماذا أعطى نفسه مرتبة العبد؟ سؤال يجب ان تفكر فيه اخي الحبيب حتى كمؤمن يجب ان نفكر والا ماذا يعني افلا يتدبرون القران ماذا يعني ان نستمع ليلا نهارا فقط للقران او نحفظ من دون فهم لا او نفسر فقط لا يجب ان تتدبر ان تقول لماذا هذه الايه بهذه الصيغه لماذا طيب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نفسه في القرآن أنا أنا أخاطب الطرف الآخر الذي يدعي أن محمدا هو من ألف القرآن وأفترض ذلك سأفترض ذلك صحيح صحيحا لنرى نتائج هذا هذه الفرضية يعني. طب أول مرة يذكر اسمه في القرآن نحن نعلم أن اسم محمد ذكر أربع مرات فقط في القرآن أول مرة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني محمد هو رسول مثله مثل أي رسول آخر قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا يعطي نفسه مرتبة البشر الذي تميز بالوحي فقط بشر وهذه المرتبة يستحيل أن يعطيها إنسان لنفسه وهو يبحث عن الشهرة والمال والجاه والنساء والسلطة والزعامة وغير يستحيل الأمثلة كثيرة قديما وحديثا منذ زمن فرعون فرعون قال انا ربكم الاعلى الزعماء الكبار حتى في العصر الحديث يصنعون تماثيل لانفسهم يكتبون كتب ويمجدون يجعلون الناس يمجدونهم النبي قال لا انا عبد وانا بشر الله اوحى له ذلك ليس هو الذي قال على فكره لان القضيه لو كانت تابعه لشخص كل شخص يحب ان يمجد في نفسه يحب ان يعلي من شانه، لا النبي قال احاديث كثيره يؤكد لنا انه لا يعلم الغيب، يؤكد لنا انه عبد، ولكن هم لا يعترفون بالاحاديث، دعونا نبقى في مجال القران. ايه ثانيه الله يقول فيها انك ميت وانهم ميتون. يذكر نفسه بالموت ويقول انك ميت، هل هل هناك انسان يقول لنفسه انك ميت وانهم ميتون؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني ان هذا النبي كان نظره وهدفه وحياته ومنهجه وكل ما يقوم به متجها نحو الاخره وليس نحو الدنيا. كان يعمل لما بعد الموت. يستحيل ان نجد انسان كاذب يعمل لما بعد الموت، اعطوني مثال واحد فقط في التاريخ انسان مثل فرعون او غيره او دكتاتور او انسان زعيم هتلر او اي انسان يعمل يكذب على الناس ويريد الشهره والمال ويعمل لما بعد الموت لا يوجد اذا هذا دليل مادي ملموس على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان همه ان يعمل لما بعد الموت. لذلك ايها الاحبه عندما نتامل هذه الايه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ندرك ان قائلها ليس بشرا انما هو الله يمجد نفسه. وينزه نفسه عن الشرك وعن النقص وعن الولد تسبح له السماوات السبع كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بأهمية الرقم سبعة طبعا هو رقم سائد منذ عصر الفراعنة رقم سبعة رقم له قداسة عند الشعوب ولكن ما مصدر هذا الرقم هل هي الأساطير يعني لماذا اختارت الأساطير رقم سبعة اليوم أيها الأحبة أو في العصر الحديث ثبت أن كل ذرة من ذرات الكون تتالف من سبع طبقات وارضنا تتالف من سبع طبقات وايام الاسبوع سبعه والعلامات الموسيقيه سبعه والوان طيف الضوء سبعه وطبقات الجلد سبعه وفقرات الرقبه سبعه والرقم سبعه يدخل في تركيب كثير من اعضاء الحيوانات والكائنات الحيه والرقم سبعه له مدلول كبير في الكون لذلك عندما يقول لك الله السماوات السبع فهذا يعني ان ان عدد السماوات جاء متناغما مع النظام الكوني. متناغما مع ما نراه باعيننا. اهميه الرقم سبعه بما ان كل ذره من ذرات الكون تتالف من سبع طبقات فهذا يعني صدق كلام الله تبارك وتعالى. لذلك ايها الاحبه وجود الرقم سبعه في هذه الايه وارتباطه بالسماوات السبع دليل على أن الذي حدد عدد السماوات السبع له علم بعدد طبقات كل ذرة من ذرات الكون وهو الله عز وجل لأن ما لأن طبقات الذرة هذا اكتشاف في العصر الحديث طبقات الأرض اكتشاف في العصر الحديث وهكذا ف تسبح له السماوات السبع إذا هل السماوات تسبح نعم السماء تتكلم فما بكت عليهم السماء والارض. السماء تبكي على على المؤمن تبكي على المكان الذي كان يصعد منه العمل الطيب لهذا المؤمن والارض تبكي على الموضع الذي كان هذا العبد يعبد الله فيه ويسجد لله فيه بينما الكافر الأرض لا تطيقه والسماء تكرهه هذا الملحد مكروه إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هذه الآية تقول لنا السماوات والأرض تتكلم وتسبح طيب ماذا بعد ذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده طيب هذه معلومة بالنسبة لنا معلومة غريبة. طيب هذه الشجرة كيف تسبح؟ أيها الأحبة كل ذرة من ذرات الكون لها اهتزاز معين. الصوت عندما تقول سبحان الله. هذه العبارة ماذا تعني؟ تعني أنزه الله عز وجل. طيب ما هي هذه العبارة مما تتركب فيزيائيا؟ تتركب من ذبذبات صوتية من اهتزازات صوتية أو اهتزازات ميكانيكية ينتقل الصوت عبر موجات الهواء من خلال اهتزازات أو موجات طيب بما أن كل ذرة لها اهتزاز إذا لها صوت ولكن لا نفقهه ولا نس يعني ربما نسمعه ولكن لا نفقهه فبما أن كل ذرة تهتز واهتزازها هو تسبيحها اذا كل شيء يسبح الله. طيب الشجر يصدر ترددات صوتيه، النمل يصدر ترددات صوتيه يعني حتى حتى آه الكثير الارض الارض ذاتها تصدر ترددات صوتيه منخفضه باستمرار. والعلماء رصدوا ترددات صوتيه لكل شيء تقريبا ولكن لا يفقهون. هنا يعني ملمح مهم اعجازي. لو كان القرآن من عند بشر ربما يقول: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحهم. يعني لو كان بشر يريد ان يجتهد يقول لا تسمعون. ولكن العلماء سمعوا صوت النمل وسجلوا الترددات الصوتية التي يطلقها الشجر والنبات والورق طيب ولكن لا يفهمون ماذا, ماذا تعني يحاولون يقولون هذه استغاثة النبات هذا حرب للنمل هذا نداء للنمل بين بعضه ولكن لا يعرفون بالضبط ما هذه لذلك يسمونها ثرثره <applause> يعني عندما لا تفهم شيء انت حديث لا تفهمه تسميه ثرثره وهذه الكلمه موجوده على الدراسه التي اكتشف فيها العلماء ان النمل يصدر ترددات صوتيه النمل يصدر ترددات صوتيه وباستمرار لفترات طويله فاعتبروها ثرثره لا معنى لها وهذا يؤكد انهم لم يفهموا وبالتالي لا تفقهون تسبيحهم انظروا الى دقه الكلمه يعني لو قال لا تسمعون ربما يكون هناك خطا علمي لاننا نستطيع ان نسمع صحيح انني انا لا استطيع باذني البشريه ان استمع الى صوت النبات ولكن هناك اجهزه حساسه جدا تسجل الذبذبات التي تطلقها الحشرات والنمل والحيوانات والارض والفيله وكذا بالاضافه الى النبات. فهذه الذبذبات الصوتيه يسمعونها ويستمعون اليها يعني ولكن لا يفقهون يسمونها ثرثره. طيب النبي عليه الصلاه والسلام كيف كيف علم انه من الممكن ان ياتي زمن يكتشف فيه الناس تسبيح السماوات والأرض والذرات وكل شيء ولا يفقهون فيسمونها ثرثرة إذا هذا دليل على أنه كلام الله عز وجل رأيتم أحبتي فلماذا لماذا التدبر مطلوب لأنك ربما تقرأ هذه الآية عشرة ألاف مرة ولا تدرك هذه المعاني إلا إذا تدبرتها إلا إذا تساءلت لماذا قال الله هذا الكلام بالذات لماذا لم يقل كذا هذا هو التدبر لذلك أيها الأحبة دعوني أختم بهذه الآية وأود من الكل أن يحفظها لأنك عندما تحفظ آية فكل حرف تقرأه تأخذ عشر حسنات فاحسبوا كم عدد حروف هذه الآية واضرب بعشرة إلى سبعمائة ضعف وثم إن القرآن ثقافة يجب أن تحفظ لا يكفي أن تقول والله أنا أقرأ وأستمع لا يجب ان تحفظ لان الله تبارك وتعالى يقول: بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، بل هو ايات بينات في صدور، لم يقل في الكتب، لم يقل في الموبايل، لم يقل في الورق، لم يقل في في الكمبيوتر ايات بينات، لا. في صدور يجب ان تضع هذا القران هذا الكلام في صدرك. على الاقل احفظ ايات كثير من الصحابه لم يحفظوا القران كاملا منهم من مات قبل ان ينتهي او قبل ان يكتمل نزول القران وبالتالي ليس من الضروري ان تقول انا اذا اردت ان اتقرب من الله ان احفظ القران كاملا لا احفظ ما تستطيع ولكن لا تترك صدرك فارغا لا تترك قلبك خاويا من من, من ايات الله من كلام الله لان هذا الكلام عندما تضعه في صدرك هو السلاح ضد الاكتئاب، ضد الشيطان، ضد مشاكل العصر وهموم العصر ومخاوف العصر. القرآن علاج أيها الأحبة، لا يعني أنه علاج عندما نذهب للشيخ ويقرأ عليك، لا، أنت ستموت ويقرأ عليك القرآن. القرآن علاج أنه أنك تفهم معانيه وتضعه في صدرك بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وتتامل وتتاثر بهذه المعاني ويخشع قلبك فيحدث وقتها الشفاء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا القران شفاء لنا ونعيد هذه الايه ارجو حفظها. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته